لا تهدأ القذائف في الريف الجنوبي لحلب. الجيش السوري وحلفاؤه العازمون على تطهير المنطقة من المسلحين أصبحوا في مواقع قتالية استراتيجية بعد سيطرتهم على تلة العيس المشرفة على جزء كبير من الريف الجنوبي. التلة أمنت للجيش غطاء ناريا مكنته من السيطرة على بانس ورسم الصهريج جنوب غربها وعلى برنة شمالها، بينما تدور اشتباكات في محيط قرية خانطومان. نحن بعد ما سيطرنا على الحاضر وحررنا منطقة الحاضر كلها وتلال العيس واتجهنا باتجاه برنة، إن شاء الله خالصة كمان برنة بدنا نتجه لخانطومان ونحرر كافة المناطق الموجودة حوالي الطريق الدولي بشكل كامل، ونحن مستعدين لنحرر أي منطقة وأي شبر بسوريا. اشتباك قوي يعني بالقذائف وهذا، فنحن كنا مشاة. فالحمد لله رب العالمين، الله يسر أمرنا وطهرنا مدينة الحاضر باتجاه تلة العيس. أخذنا تلة العيس والعيس على طريق إيكاردا حلب دمشق، يعني نقطة وصول الإرهابيين ما بين ريف إدلب وريف حلب. في طريق العودة من التل وفي مشهد غير متوقع وصلنا إلى الحاضر التي كانت ساحة معركة بالأمس القريب، هي اليوم تنفض الغبار عنها. المواطنون يعودون إلى ديارهم بعد غياب لأكثر من 3 سنوات. يعني الأهل طلعوا من شي 3 سنين تقريبا، وفي منهم قبل شهر، يعني خلال شهر دخل الجيش السوري وحررنا الأرض. إيه قال إنه تحررت ما شيء يعني عنا. ايه وكبنا وجينا الحمد لله رب العالمين، ونشكر الله والله ينصرنا يا رب وينصر الشعب السوري والجيش السوري كله ونرجع البلد ونرجع ان شاء الله. المعارك لم تمنع مواطني الريف من العودة الى دياره، فيما يثبت الجيش السوري مواقعه في القرى المحررة التي يمكن القول انها اضحت آمنة. هنا في مدينة الحاضر لم يعد هناك حاجة لا للخوذة ولا حتى للدرع بعد أن ثبت الجيش السوري نقاطه في المدينة وبعد أن عاد المدنيون إليها. يمكن القول أن الحياة تعود تدريجيا إلى مدينة الحاضر. علي مرتضى، مدينة الحاضر، ريف حلب الجنوبي، الميادين.